أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم فتنة تمر على هذه الأمة، بل تمر على البشرية عامة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. فثبت في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال. أعظم فتنة، فتنة المسيح الدجال. قال كذلك في صحيح مسلم: وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وإن نوحا أنذر قومه الدجال. قال: ولكني أحدثكم فيه حديثا ما حدثه نبي قومه قبلي، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. المسيح الدجال باختصار شديد هو رجل من بني آدم خلق الله عز وجل علامة من علامات الساعة الكبرى. والساعة لها علامات، زي ما ربنا قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سورة محمد. الساعة عندها علامات، لأن الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. إذن الساعة لها علامات بنص القرآن وبقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبريل في بداية صحيح مسلم، لما جاءه جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، في نهاية الأسئلة قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات وهي الأشراط. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاشا الشاء يتطاولون في البريان. إذن العلامات دي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. الساعة لها علامات، منها ما هي صغرى ومنها ما هي كبرى. والفرق بيناتهم إن الصغرى ليس بعدها مباشرة قيام الساعة، إنما الكبرى بعدها مباشرة قيام الساعة، وهي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستة، ذكر منها طلوع الشمس من مغربها، دي علامة من علامات الساعة الكبرى، وذكر منها خروج يأجوج وماجوج، دي علامة من العلامات الكبرى، وذكر منها خروج المسيح الدجال، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وذكر منها نزول عيسى عليه السلام، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وذكر منها خروج الدابة، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وذكر منها النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. دي كده ست علامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في كتاب الفتن. منها المسيح الدجال، ده رجل من بني آدم، بشر عادي، مش شيطان، لا لا، هو بشر عادي خلقه الله عز وجل، ومخلوق من زمان، من قبل نوح عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن نوحا أنذر قومه الدجال. إذا موجود قبال نوح عليه السلام، وموجود إلى الآن لحد اللحظة دي موجود، وحيكون موجود ليوم القيامة حتى يأذن الله له بالخروج، بعد ذاك حيخرج. أوصافه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أوصاف، قال مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنه شاب قطط. الشاب يا الشاب يعني ما كبير، شاب يا داب في مرحلة الشباب، قطط يعني قصير، وعنده جعودة في شعره، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفال الشعر، يعني له جعودة، خشونة شديدة في شعره. وذكر أنه أعور العين اليمنى أو اليسرى، على اختلاف الروايات، عين واحدة عوراء
بسيطة للرؤية، وفيها نتوء خارج لبرا كحبة العنبة زي العنبة مارقة لبرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه أنه أفحج، والأفحج هو المتباعد ما بين القدمين مع انحناء قليل في الركب. شوف الوصيف ده غريب كيف، الدجاجة دائما أوصافه الغريبة. بعد شوية بربطه لك بالواقع، ما تفتكر الموضوع ده ساكت. شوف الزول ده كرهانه يعني زي ما ذكر بعض الاخوان زي الزربيه، شفت الزربيه عامله كيف؟ بس زي الزربيه، الركب مارقه لبرا والكرهان جايات كده. وكذلك منحني الظهر عليه دفع، الدفع هو يعني مع الانحناء بتاع الظهر في زي النتوء كده في ظهره مارق لفوق. عرفته؟ وهو ضخم زي ما جاء في حديث تميم قال ما راينا اعظم خلقه منه، ضخم جدا. يخرج في اخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه خارج خله بين الشام والعراق، بيطلع من هناك، بيطلع من الشام طريق بين الشام والعراق. قال فعاث يمينا وعاث شمالا، الا يا عباد الله فاثبتوا. عاث العوث هو الافساد في الارض. شوف الزول ده ما بخلي له حتة إلا يخشها أي محل. عرفته؟ الخرطوم بيجيها، لو كان اسمها الخرطوم الزمن ذاك، بيجي الخرطوم، بيجي الكلاكلة، ليبيا كرور، عرفته؟ الحاج يوسف كله، عرفته؟ بيمشي بقى هناك برضه، الشكانيبة برضه بيمشي، الشكانيبة وبيمشي بقى جاي ومرح، وبيمشي الزريبة برضه بقى هناك، وهيتبعوا طبعا الناس كتار إذا بقوا موجودين لحد الزمن ذاك من اصحاب الطرق. بعد شويه بربط لك الموضوع باهل الطرق. ما من مكان الا وسيدخله الدجال. الصحابه سالوا النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا يا رسول الله وما اسراعه في الارض؟ اظل سرعته كيف؟ قال كالغيث استدبرته الريح، زي المطره اللي بتنزل عليها البتاني على الريح بتكون سريعة جدا، كالغيث استدبرته الريح، سريع جدا. هذا الرجل عنده، يا أخي خلوه الله يهديكم، خلوه عنده سرعة عجيبة مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كالغيث استدبرته الريح. قالوا وما لبثه في الأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هيبعد في الوطن كم؟ هياخد في الأرض كم؟ أقعدوا يا أخوانا، يا أخوانا خلوه، يا نبيل خلوا يا ناس، ما بيسوي حاجة يا أخي الله يهديكم يا أخي، خلوا يا خلوا خلوا خلوا. طيب انتبه، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وما لبثه في الأرض هياخد في الوطة كم يوم؟ قال 40 يوما، بياخد 40 يوم. خلوا يا أخي، قال يوم كسنة ويوم كشهر، انتبه، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه. إذن المسيح الدجال هياخد في الأرض كم يوم؟ 40 يوم. لكن شوف الأيام بتاعته دي كيف، اليوم الأول طوله طول سنة، واليوم الثاني طوله طول شهر، واليوم الثالث طوله طول أسبوع، وباقي الأيام زي الأيام بتاعتنا دي. الصحابة طوالي سألوا سؤال مهم جدا، وهذا يدل على فقههم رضي الله عنهم جميعا. قالوا يا رسول الله ذلك اليوم الذي طوله كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ نصلي كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم الطول زي سنة، يا خليه والله يهديك يا خلوا يا ناس. اليوم الذي طوله كطول سنة كيف نصلي فيه؟ هل يكفينا فيه صلاة يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكن اقتروا له قدره. شو الحديث دي؟ انت لو ما امنت بها ممكن تعمل لك مشكله في راسك. لابد تؤمن، تقول سمعنا واطعنا وامنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وده بيدخل في الايمان باليوم الاخر، لانه دي علامات الساعه الكبرى. عنده يوم طوله طول سنه، يعني الشمس دي بتمرق بجاي ما بتغيب الا بعد مسافه بتاعت سنه. تخيل الشمس ما بتغيب إلا بعد مسافة بتاعت سنة كاملة. الناس تصلي كيف؟ الناس تغدر بس، شوف المسافة بين الصبح والظهر كم،
والظهر والعصر كم الى باقي الصلوات تصليها كلها في اوقاتها. يعني انت هتصلي الخمسة صلوات والشمس فوق لسه. تاني هتصلي الخمسة برضو الشمس فوق لحد مدة بتاعت سنة كاملة. الشمس دي اداب بتمش تنزل بهناك. الشغل ده طبعا في ناس بيدخلوا فيه عقول وعقلك ما بيصلي مرحلة زي دي. زي ما الترابي. الترابي شغل عقله. عقله الفاسد. انت عقلك مربى في الصوربون يا اخ. دار تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عقله في الموضوع ده. قال ما في حاجة اسمه. اسمها المسيح الدجال. قال وطلعوا لنا بحاجة اسمها علامات الساعة. بيقول كده هو. موجود أنسي في التلفون ده. قال علامات الساعة. قال والمسيح الدجال وعينه ما تعرف عامله ايه وايه في جامعة الخرطوم. كلام جاء الخرطوم هنا. قال ما في شيء اسمه المسيح الدجال اطلاقا. قال انكروا مرة واحدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ده كله كلام فارغ. ده الترابي ما عنده اي علاقة مع الاسلام لا من بعيد ولا من قريب. مصبط بس قاعد في يعني قصة الشعب السوداني. ما عنده اي علاقة مع الدين. فهمت؟ لانه شغل عقله. انت عقلك كده شغل عقلك قسي في الموضوع ده. عقلك ما بي شغل زي ده ما بيتحمله. شمس تغيب بعد سنة تتحمل كلام زي ده. لكن الرسول قالوا هانا سوي شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن طوالي مش ننكر. لا نؤمن. عرفت؟ كذلك اليوم الثاني طول طول شهر نفس الحكاية. اليوم الثالث طول طول اسبوع. وباقي الايام زي الايام بتاعتنا دي. دي المدة اللي حيقعد فيها المسيح الدجال في الوطن. طيب الزول ده عنده اشياء كده غريبة بيسويها. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اصلا الزول ده جاي داير شنو. يدعي الربوبية ويدعي الالوهية. وهذا شأن الدجاجلة على مدى الازمان. بيقول للناس انا ربكم. وبيقول للناس انا الاله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر فتهجاها كافر. قال يقرأها كل مؤمن كاتب او غير كاتب. شوف كم تعرف تكتب ولا ما بتعرف تكتب. بس بشرط واحد انك تكون مؤمن عشان تقرأ الكلام المكتوب بين عينه. وهنا مكتوب كافر لكن تكون مؤمن. لكن لو عندك عقيدة في البرع ولا في الصائم ديما ولا في المكاشي لو بقيت بروفيسور ما بتقرأ. والله ما تقرأ. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مكتوب بين عينه كافر. أخونا أبو بكر جزاه الله خير كان علق تعليق يعني عجبنا تعليقه. قال الدجال ده لو ظهر رأسي. طبعا في ناس بيباروا كتار زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بيباروا 70,000. قال لو ظهر قلت للناس يا ناس الزول ده كافر عنده بين عيونه مكتوب كافر. قال بيقول لك كتبتو انتو. والله العظيم زي ما الان بنجيب الكتب بتاعت الدجاجله. نجيب كتاب البري نجيب كتاب المكاشف يا ناس زي هو كتابه. يقول لك لا كتبتو انتو. نفس الحكايه كاتبينه انتو. لو طلع البري ذاته مع انه ما بيطلع لو طلع جا الحلقه دي قال للصوفيه الكتاب ده انا كتبته. بيقول لها ابونا الشيخ انت والله بتجامل في الناس زي ساي. ما كتبته ولا اي حاجه. يغلطوا ذاته الكتبوا يغلطوا لانه ده كله دفاع بالباطل. مكتوب بين عينيه كافر. يا اخواننا زول ما قادر يمسح بين عيونه معقوله يكون رب؟ ها؟ عشان كده العلماء قالوا ده من اكبر علامات انه هو كذاب وهو ما اله لانه عاجز ما قادر يصلح الخلل اللي فيه. عيونه مطموسه. عين واحدة ما فيش الثانية عوراء. كده انت صلي عيونك بعد ذاك تعال نتفاهم. ها يا اخي انت لنفسك. وشوف الكلام ده فيه رد على الصوفية. احيانا تلقى الاف الناس عندهم عقيدة في شيخ انه بدي جنى والشيخ جنى ليه رقبته ما عنده. يا اخي لو بدي ما يدي لنفسه فاقد شيء لا يعطيه. ده ردي من وين؟ هو اللي رقبته ما عنده. عشان كده الدجال ده هو اللي وصل اله انه كذاب من اسمه المسيح الدجال يعني الكذاب. طيب ما يصلح العور فيه كرعينه زي الزرديه دي ما يصلحها يعملها زي المفك. بيقدر؟ ما بيقدر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه قال انه اعور وان ربكم ليس باعور. ان ربكم ليس باعور. وده فيه دليل على يعني الكلام في اهل الدجل والدجاجله.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك من ذول ما ظهر لسه، ظهر لسه ما ظهر، لكن حيظهر. ده فيه دليل انه الدجال تتكلم فيه وتبين امره للناس، عشان ما يجيك ذول عاطفي عنده عواطف جياشه ولا بسموها شنو؟ ها؟ شعوره مدغدغه، عرفتها؟ يقول لك لا ما هكذا، ما هكذا، كيف طيب؟ يقول لك لا، لا تتحدثوا في الناس، لا تاكلوا لحوم الناس، لا تتتبعوا عورات المسلمين. يا زول انت ما فاهم ساي، انت دي نصوص فاهمه لكن في حاجات ثانيه انت ما عارفها. اصل الزول ده ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه وليه؟ كل الانبياء، ما من نبي الا وانذر قومه الدجال، مع انه ما ظهر ذاته. عشان كذا نحن نشوف حتى كان زول دجال كان جاي من برا ما جاء لسه بنحذرك منه، بنقول لك في واحد مجرم جاي بعد اسبوع. وده الدليل كويس، ده كذا بنجيبه بعد شويه، اصبر. عرفتها؟ ده دليل انه الكلام في على الدجل واجب، ما فيه اي اشكال، لانه لو ما حذرناك منه انت حتعرفه كيف؟ هسي النبي صلى الله عليه وسلم لو ما ورانا الاوصاف دي ما كان ظهره ولا في ذول بيعرفوا ذاته، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاوصاف وذكر انه ياتي الى اقوام، يجي لناس فيقول لهم اما تؤمنوا بي؟ ها انا ربكم، رايكم شنو؟ تؤمنوا ولا ما تؤمنوا؟ قال فيؤمنون به. انت قال بيؤمنوا ليه؟ قال يعمر السماء فتمطر، بنزل المطر، خد بالك انتبه للحته دي، ده في صحيح مسلم، يعمر السماء فتمطر ويعمر الارض فتخرج كنوزها قال فتتبعوك يا عاسي بالنحل. الزول ده بيدي تعليمات للسماء، السماء بتنزل مطر طوال، وده كله شوف هو عنده يد في الموضوع ده، الشغل ده كله بسوي منه الله عز وجل، لكن اختبارا للناس. وده فيه دليل انه ما اي زول بيجيب خارقا من خوارق العادات يعتبر ولي من اولياء الله الصالحين. يا صوفيه انتبهوا للحته دي تماما، ما اي زول يجيب خارقه من خوارق العادات يعتبر ولي من اولياء الله الصالحين، والا لكان المسيح الدجال اكبر ولي، ولا ما كده؟ والله اللي بيسوي الدجال ده ما في فكيه في السودان يقدر يسوي، اتحدى اكبر فكيه في السودان، اكبر فكيه، خليه يجي يعمر الارض فتخرج كنوزها فتتبعك يا عسيب النحل، اكبر فكيه في السودان ما يقدر يعمل العمليه دي. ده الكذابين ساي. عشان كده شوف السلف قالوا اذا رايت الرجل يطير في الهواء، الكلام ده ذكره الامام الطهاوي عليه رحمه الله وكذلك ابن القيم وغيره من اهل العلم، قال اذا رايت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض تعرضه على الكتاب والسنه، ما تتغش به. يعني اسي دي اسي ود البرعي كان جا طاير بيه جاي، نحن ما بنقول الزول ده ولي، والله كان جا بيه طاير بيه جاي شاحن السلمه ولا ما شيعت، عرفتها؟ والله ما نقول ده ولي، ليه؟ حتى ننظر في حاله، يمكن شايلين له شياطين، تقال الشياطين ما بيطيروا؟ بيطيروا، احتمال في اربع شياطين مثبتينه بالجنبات، عرفتها؟ جايين طايرين بيه، يبقى ما بنقول ده ولي الا نعرض على الكتاب والسنه، نعرض اول حاجه على الكتاب والسنه. عشان كده الصوفيه خدعوا الناس بهذه الاشياء، لما ترجع لكتاب طبقات وضيف الله، افسد كتاب على وجه الارض، طبقات وضيف الله، ويدرس منه اجزاء في جامعه الخرطوم للاسف الشديد. قال وقال الشيخ ادريس ودى الارباب بفركه، فركه طبعا، قال جابوا له فركه من الجنه طبعا، ده قال جابوا له فركه، بالله عليك الله يعني انت وكيد وصلت الجنه ما لقيت الا الفركه يا اخي، فركه في السوق الشعب الخرطوم قاعده الا من الجنه يعني ولا ما في؟ تخيل ذول مشى الجنه، لا الحور العين عجبته، ها لا فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة عجبته، ولا لحم طير مما يشتهون عجبه، جاب له فركة وجه بلا شو خيابة الزول ها ده قال ادريس ودى الارباب بفركة، كله كذب. انت جوا تبقى صوفي، كان بيجي صوفي عقلك تشيله تجده في اقرب باص بتاع نفايات ماشي، بعدين انت كده بيجي صوفي، صوفي لا عقل لك، لانه ربنا قال كده ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الموضوع انتهى، عرفتها؟ ده قال وقال الشيخ إدريس ود الأرباب بفركة، قال طب درجات الأولياء على ثلاث، قال درجة صغرى ووسطى
وكبرى، قسموهم طبعا كده. الولي ده ما ولي في النهاية، درجاته على حسب أعماله، لكن شوف التقسيم بتاع الصوفية، قال إنهم ولي صغير، ولي في النص، ولي كبير. قال الصغرى أصغر ولي عند الصوفية ده ياداب في الروضة، وأظن ياداب بيحبب الواطة. أصغر ولي عند الصوفية قال أن يطير في الهواء ويمشي على الماء وينطق بالمغيبات. أصغر ولي قال عند الصوفية، والكلام ده كله كفر بالله عز وجل. قال والدرجة الوسطى في النص أن يقولوا للشيء كن فيكون. قال ده كتاب طبقات وضيف الله. قال والدرجة الكبرى قال هذه درجة القطبانية، وقال هذه درجة ولدي دفع الله، دفع الله المصوبة. قطبانية دي عند الصوفية لما يقول لك هذول كتب، ده بيقول لك خلاص وصل مرحلة ما بيصليها حتى الرسل والأنبياء، ما بيصلوا مرحلة زي دي. زي ما قال أبو يزيد البسطامي، قال خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها. يعني قال غشينا بحر من العلم، الأنبياء ذاته واقفين برا بيتفرجوا فينا. دي الصوفية، تخيل معي، عرفتها؟ ده ما دليل على انه ده الاولياء صالحين، لانه المسيح الدجال بيجيب خوارق بتاع عادات. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي بالرجل، قال فيقطعه جزلتين رمية الغرب، يعني زي المسافة بتاعت الرمية بتاعت النشاب، يخط نص هناك ونص هنا. تخيل ده بشر قسموا نصين، خط نص هنا وخط النص الثاني، قال فيمشي بينهما، يجي ماشي وسط شنو؟ وسط القطعتين ديل. قال ثم يأمره، يأمر الزول القطة ده، قال فيجتمع فيتهلل ضاحكا. القطع ده يلمه كده يقوم يضحك. والله ده لو جاء السودان أقسم بالله يسوق آلاف من السودانيين، لو جاء البلد دي لو زيرينا وبيجي. والصوفية لو قاعدين الزمن ده ببارو، ما بتباري يا صوفي، يا زول ده بسوي حاجات عجيبة. انت الآن أبوك الشيخ يا أخي قبة الله بتاعت منو عبد المحمود نور الدايم، قال طلعت موية، ما في جريدة يمكن ما جابت الموضوع ده، قبة أبونا الشيخ عبد المحمود نور الدايم تخرج ماء. يا ناس يمكن ما سورة كثرت، انتوا بتغشوا الشعب السوداني زي كذا، يجيبوا سباكة وشينا شو الحاصل، يمكن الزول ده اتعصر جوا جاب موية ما معروف الحاصل، بعد شوية بجيب زيت. انتوا ما تغشوا الناس، يعني قبة طلعت موية نستفيد شنو هنا؟ قول طلع بترول عديل نستفيد شنو؟ لكن ده كله شوف شوف قبة لما طلعت الموية، الناس زيارات والحفلات دي ماشية، شارع مدني ده بقى زحمة عجيبة خلاص، ماشيين قالوا نتبرك بقبة أبونا الشيخ عبد المحمود نور الدايم. شوف يخدعوا الشعب السوداني بأمور بسيطة جدا، وكلها شغل بتاع السحرة وبتاع الشياطين وبتاع الدجل، عرفتها؟ لأن الناس دي أحوال ما موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا موافقة لكتاب الله عز وجل. المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكان إلا سيدخل الدجال إلا مكة والمدينة. الله أكبر، والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أكبر دجال صوفي ما يقدر يخش مكة والمدينة. أنا تحدى محمد المنتصر لذلك يمشي يعمل حلقة حليقة، تعرف حليقة؟ صغيرونة كده بس جنب الحرم، امشي اقول لهم وكما قال ابونا الشيخ الكباشي كما كبوك في حته شفت ما بيعرفوا محلك ذات وين، دجاجي لما بخشوا هناك. يا زول البلد دي بلد امنه كما ذكر الله عز وجل في القران، ربي اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات، بلد امنه. يا غلا الكفار دربهم براهم في السعوديه، كافر ما بيجي بالشارع بتاع مكه، شارعهم بفوق بهناك. أنا قلت لهم والله إذا لو كان في بلدنا الكفار يغشوا ويشقوا الكعبة ذاته ويمرقوا بهناك، نسأل الله العافية، لأنه بلد ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيها بالتوحيد. شوف للزمن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مكة والمدينة، قال وإن المدينة يومئذ عليها سبعة أبواب، على كل باب ملك بيده السيف سلطة، السيف مسؤول ماسكه كده. الدجال ما يقدر يشوف تيجي جنب المدينة، وانت طبعا ما تقول ايوه طالما كده طيب نحن القاعدين لا شنو في السودان ما نمشي المدينة، هو ما بالمحل بل ايمان، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه بكفيكم انا،
وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مؤمن. دار تنجو منه من فتنة المسيح الدجال لابد تكون مؤمن. مؤمن يعني شنو؟ يعني موحد، ما عندك عقيدة إلا في الله تبارك وتعالى. ده يقول بينجيك من فتنة المسيح الدجال. انت قال الجماعة في المدينة الزمن ده كلهم بيكونوا كويسين؟ لا لا ما كويسين. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن المدينة لترجف ثلاث رجفات. الدجال ما واقف برا، المدينة ترجف. قال فلا يبقى فيها منافق إلا خرج منها. شوف ترجف تحت المنافقين والمشركين والكفار والمؤمنين ولا بيحسوا بها ذاته. سبحان الله، ترجف تحت كرهانه يجروا ما بيقدر يقفوا. لما يجروا يطلعوا برا أبوهم الشيخ المسيح الدجال يلتقطهم برا يقول لهم مرحبا بكم في الطريقة المسيحية الدجالية. خلاص بيقوا معه بعد ذلك جهنم طوالي. لأنه شوف لما يخرج الدجال ثاني توبة ما في، يعني ما ينفع تمشي تقابله وتبقى معه وبعد ذلك تتوب. لا 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 لا، لأنه العلامات الكبرى لما تبدأ ثاني بعد ده ما في توبة. الجوة جوة والبر بر، توبة ثاني ما في. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما تظهر هذه العلامات قال لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نقف عند هذا الحد ونواصل إن مد الله في الآجال.